بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين معكم ايمان برناوي اخصائي اول مكافحه عدوى امراض معديه من الاداره العامه لمكافحه عدوى المنشات الصحيه بديوان الوزاره وعضو فريق صحه البيئه. موضوعنا اليوم بيتكلم عن اهم عنصر من عناصر المحافظه على صحه البيئه وصحه الكادر الصحي وهو النفايات الطبيه. نجي ما هي تعريف النفايات الطبيه؟ النفايات الطبية هي النفايات التي من المحتمل أن تكون معدية أو قابلة للتحلل. وأيضاً النفايات الطبية قد تشتمل على النفايات الناتجة من منشأ طبي أو مختبر أو الناتج من مراكز الأبحاث. يعني النفايات الطبية إحنا مو ممكن نلقاها في المنازل أو نلقاها في المجتمع، لازم إنها تكون مخرجات منشآت طبية أو مركز أبحاث. ولنا لماذا؟ لاحتوائها على أجزاء حيوية من الكائنات العضوية. أنواع النفايات الطبية. النفايات الطبية هي نوع من النفايات البيولوجية، تمام؟ وعندنا منها كذا نوع، إما أنها تكون صلبة رقم واحد. وإيش معنى صلبة؟ الصلبة هي الأدوات الحادة من النفايات الطبية التي يجب التخلص منها سواء كانت منوثة أو لا. ليش؟ نظرا لإمكانية تلوثها بالدم وتسببها بالجروح أثناء إتلافها بطريقة غير صحيحة بشكل غير سليم. طيب عندنا مثل عليها، زي مثلا إيش؟ عند النفايات الطبية الصلبة عندنا الإبر والمشارط والمبطعات الملوثة، سواء زي ما قلنا كانت مستخدمة أو غير مستخدمة، ويتم التخلص منها بآلية هنتكلم عنها إن شاء الله في السلايدات القادمة. النوع الثاني من النفايات الطبية عند النفايات الطبية السائلة. النفايات الطبية السائلة يجينا مثال عليها، مثلا عندنا النفايات الكيميائية والنفايات المشعة المستخرجة مثلا عندنا من الأشعة، من قسم الأشعة أو الكيميائية المستخرجة من المختبرات أو النفايات الصناعية. وعندنا بعض النفايات تعتبر مضاعفة للخطورة مثل عينات الأنسجة المحفوظة في الفورمالين، وهذه غالبا احنا نلقاها في المختبرات في جسم الهيستوباثولوجي. نجي كمان عندنا من الأمثلة على النفايات الطبية المعدية، احنا قلنا ايش؟ سائلة وصلبة. نجي نتكلم برضه نوع من أنواع السائلة أو مخرجات المنشآت الصحية، عندنا الدم وليس هو كدم كسائل، وانما تكون ملوث بايش؟ القطن الملوث بالدم، القفازات الملوثه بالدم، والشعش الملوث بالدم، وتكون لها ذات اتصال مباشر بالجسم وسوائل الجسم. هذه برضه تعتبر من ادوات انواع النفايات الطبيه. اليوم حنتكلم عن اليه تقييم معايير النفايات الطبية في التأهيل الشامل. عندنا 12 معيار تقريبا أو 9 معايير، والمعيار يعتبر رقم 12 في الستاندرز. أول معيار يتطلب توفر سياسة وإجراءات مكتوبة للتعامل مع النفايات تغطي كل من آلية الفرز، آلية التجميع والنقل والتخزين ومعدات الحماية الشخصية. في هذا المعيار أنا كممارس صحي أو أنا كمشرف عندي حاجتين أنا لازم أتقيد بها، عندي البحث عن الدوكومنت اللي هو المستندات والإثباتات، وعندي الستاف انترفيو اللي هي أعمل مقابلة مع العمال أو مع الهيلث كير وركر. من المستندات اللي لازم إحنا ندور عليها ونسأل وجود سياسة مكتوبة وحديثة، يعني أطلع قسم مكافحة العدوى أو بقسم النفايات الطبية رئيس القسم أسأله عن السياسة النفايات الطبية، ومن شروط هذه السياسة إنها تكون مكتوبة في ورقي أو إنها تكون موجودة على أجهزة الكمبيوتر، تكون محدثة بتاريخ جديد، تكون معتمدة من مدير المنشأة ومن إدارة الجودة ومن قسم النفايات وقسم مكافحة العدوى، بمعنى إنها تكون معتمدة أي بأنها تكون موقعة. من الحاجة الثانية كمان إنها تكون موزعة الأقسام وتكون تغطي جميع النقاط. موزعة الأقسام بمعنى إني لما أعمل مرور على الأقسام أسأل أي ممرض في الجسم هل
هل موجود عندكم سياسة النفايات الطبية؟ إذا قال لي نعم فأسأله أقول له وريني إياها، ممكن تكون في الكمبيوتر، خليه يفتح لي إياها في الكمبيوتر، ممكن تكون عنده على شكل دوكومنت اللي هي ملف موجودة في الملف. أيضا من الأشياء المهم عليها إنه تم التدريب على السياسة. كيف تم التدريب على السياسة؟ بأنه الكادر الصحي عارف محتويات هذه السياسة. إيش هي محتويات السياسة؟ إنه آلية التجميع هنتكلم عنها إن شاء الله في النقاط القادمة. آلية التجميع، من المسؤول عن التجميع، من المسؤول عن الفرز، ومن المسؤول عن التقرير. طيب هذا بالنسبة للمعيار الأول. المعيار الثاني، يتم التعامل مع النفايات الطبية حسب تصنيف التخلص منها والمعتمد من وزارة الصحة. إيش المطلوب مني هنا؟ المطلوب إنه يكون موجود دليل الوزارة والتعميم الخاص بآلية الفرز. هذه من الأشياء اللي نقول عنها الدوكومنت. أجي أتأكد إنه دليل الوزارة والتعميم الخاص بآلية الفرز المحدد موجود عندهم ومحطوط ضمن السياسة. من الأشياء اللي هي observation اللي أنا ألاحظها، وجود لوح وإرشادات على كيفية فرز النفايات زي الصورة الموجودة عندنا. وكمان من الأشياء اللي أنا ألاحظها إنه توفر الحاويات المناسبة. لما نجي نتكلم عن الحاويات، إنه تكون عندي حاويات النفايات الطبية بصفة عامة اللي هي اليالو بلاستيك، وحاويات الأدوات الحادة لازم إنها تكون متوفرة في كل قسم بكميات متناسبة مع حالة المرضى، كميات متناسبة مع وضع الغرفة ومطابقة للمواصفات. في الستاف انترفيو اللي هو بالمقابلة، زي ما قلنا أول، نسأل الممارسين الصحيين عن آلية فرز النفايات الطبية. يعني أجي أسأله الإبرة ممكن أنا فين أحطها، ممكن أقول له عندي جلبس ملوث أنا كيف أتخلص منه، آلية التخلص منه. أجي ألاحظ حاوية النفايات الحادة، أشيك عليها هل فيها أشياء متلفة غير الإبر غير السرنجات، تمام. وفي نفس الشيء كمان سؤال الكادر عن توفر جميع الحاويات، يعني ممكن تكون الحاوية غير متوفرة فأسأله يعني هل الحاويات جميعها موجودة؟ تقول أيوة. طب موجود عندكم زيادة في المخزن؟ فهذه عن آلية سؤال الكادر الطبي عن الحاويات. النقطة الثالثة، المعيار الثالث، يتم جمع ونقل النفايات الطبية عن طريق عمال مخصصين يرتدون معدات الوقاية الشخصية المناسبة في أوقات محدودة وعند الطلب. يعني إيش المطلوب في هذه السياسة؟ طيب أول حاجة إنه لازم يكون في عندي عمال محددين من قبل الشركة مدربين على آلية التعامل مع النفايات الطبية. للتأكد من تحقيق هذا المعيار، يكون في توثيق في السياسة لدور العمال. دور العمال اللي هم آلية جمعهم، آلية المرور، آلية لبسهم، هذا كله يكون موثق في السياسة. تمام؟ وجود ما يثبت تدريب العمال. معنى وجود ما يثبت بتدريب العمال إنه لازم تكون في ملفات العمال شهادة موثقة من قسم مكافحة العدوى عن آلية تدريب العمالة بالتعامل مع الأدوات معدات النفايات الطبية. وجود جدول بأوقات جمع النفايات. الجدول إما إنه يكون موجود في كل قسم أو في نفس الوقت لازم يكون مكتوب في السياسة عن آلية الجدول وآلية التوزيع. الجدول يكون موجود زي ما قلنا في كل قسم عن إنه متى مر العامل، مر في الصباح، مر في المساء، ويعمل شيك بإنه تم جمع النفايات. في الستاف انترفيو تقريباً أمسك نفس العمال المسؤولين عن جمع النفايات، أسألهم طيب أنت كيف آلية جمع النفايات؟ أنت كيف بتجمع النفايات؟ إيش الشيء اللي أنت لازم تسويه قبل لا تجمع النفايات؟ وأشوف مدى معرفته لآلية العمل.
برضو أسأل العمال عن توفر معدات الحماية الشخصية بكميات كفاية. طيب أقول له مثلا في عندكم جلابس أوغان موجود؟ يقول لي إيوة. طيب إيوة فين؟ موجود عندك هنا في الترولي ولا موجود عندك في المخزن؟ ممكن يقول لي في المخزن. طيب أروح أشوف المخزن هل كميات كافية في المخزن ولا إنها ما هي كافية؟ فهذا بالنسبة للستاف انترفيو. نجي للنقطة الرابعة، يتم نقل النفايات الطبية المعدية خارج المستشفى كل 24 ساعة للتخلص منها من خلال النظام المعتمد وطنيا لإدارة النفايات الطبية. طيب لو جينا نتكلم عن هذه الآلية، من شروط توفر هذه الآلية إنه لازم يكون وجود عقد واتفاقية من الشركة لدى مشرف البرنامج اللي هو لدى مشرف النفايات الطبية موضح فيه نقل النفايات خارج المستشفى. كيف أنا أتأكد من وجود هذا العقد؟ إنه الشركة كل ما تجي تحمل النفايات من المستودع، تمام، من مستودع التجميع، في نموذج يتم تعبئته من قبل العامل اللي بيجمع، يكتب فيه الوزن ويكتب فيه الوقت اللي جاء جمع فيه، تمام، ويكتب فيه الكميات ويوقع، فتكون عند مشرف النفايات نسخة وهو بياخذ نسخة. فأنا لازم أتأكد من وجود هذه النسخة عند المشرف عن كل ساعة تجميع أو عن كل يوم يجمع فيه، سواء كان في الصباح أو في المساء حسب عقد الاتفاقية. بعد كده سؤال عمال النظافة الطبية عن عمل عمال النفايات الطبية عن آلية نقل النفايات وموعد التخلص منها خارج المستشفى. يعني أنا مو بس ألتزم بوجود العقد، أنا لازم كمان أمسك العمال وأسألهم اوكي هل بالفعل تجي متى تجي الشركه تجمع؟ انا ما أسأل الساعه كم تجي. طيب هل الشركه لما تجي بتفضي كل المستودع ولا بتاخذ نص وبتسيب نص؟ هل الشركه ملتزمه بانها تجي خلال 24 ساعه ولا انها بتاخذ 3 4 ايام وما حتى ذيك الساعه تجي وتجمع؟ فهذه من الاشياء النقاط اللي لازم احنا نركز عليها. المعيار الخامس، يتم تطعيم عمال النفايات الطبية المعدية المعتمدين ضد مسببات الأمراض المنقولة بالدم وتدريبهم على تطهير الأيدي واستخدام معدات الحماية الشخصية والتعامل الآمن مع النفايات. في الدوكومنت أو في الإثباتات اللي احنا نبحث عنها إنه لازم يكون في توفر ملف لكل عامل من عمال النفايات الطبية لدى المشرف. هذا الملف اللي هو احنا نسميه اللي هو personal file او staff files يكون موجود في هذا الملف جميع التحاليل اللي تمت للعامل، التطعيمات، وجود في نسخة بالتطعيمات اللي اخذها العامل، تمام، واهم التطعيمات اللي لازم أنا أبحث عنها تطعيم التهاب الكبد الوبائي لازم يكون ماخذ العامل ويكون موثق. نجي للنقطة الثانية، وجود بيان أو شهادة زي ما قلنا من مكافحة العدوى بتدريب العمال عن آلية تطهير الأيدي وآلية استخدام معدات الوقاية الشخصية والتعامل مع النفايات الطبية والوخز الإبري. الوخز الإبري زي ما تكلمت عنه الزميلة أشواق ديها العافية، إنه لما يصير له وخز إبري ايش الحاجه اللي يسويها، ايش الاكشن، ايش التعامل الذي يسويه. لازم يكون العامل عنده درايه وعنده فكره عن اليه التعامل بالوخز الابري واليه التعامل بالانسكاب كمان، مو بس الوخز، يعني ممكن يشيل كيس من قسم من اقسام العمليات، ممكن يكون فيه سوائل، ممكن يكون فيه دم، ممكن يكون فيه سوائل حطت بالغلط، فلازم يعرف العامل كيف يتعامل اذا صار تلوث بالسوائل. في الستاف انترفيو تقييم العمال في كيفية غسل وتطهير الأيدي بالطريقة الصحيحة مستوفى جميع الخطوات. أمسك العامل وأسأله، أطلب منه إنه يعمل لي هاند راب أو هاند هايجين، ولازم نطبق للطريقة الصحيحة بالستيبس جميعها. بعدين أسأله كمان آلية خلع لبس وخلع معدات الوقاية الشخصية. أطلب منه إنه يطبق لي آلية خلع المعدات الشخصية. وبعد كده أثناء المرور ممكن أنا ألاحظ العامل هو كيف بيجمع النفايات،
بيحملها بطريقة صحيحة، بيحطها في الحاوية الكبيرة، بيقفل عليها، ما بيعمل لها بوشينج اللي هو بيضغطها إنها يدخلها، ما بيفضي الحاوية الشارب بوكس، ما بيحاول يفكها. هذه كلها من الملاحظات الأشياء اللي لازم إحنا نأخذ بالنا منها ونسأل فيها العمال. طيب النقطة الخامسة، يتم نقل النفايات الطبية المعدية في عربات محددة مغلقة وغير نافذة تحتوي على علامات خطر بيولوجي، ويتم تنظيف العربات بعد كل استخدام أو على الأقل يوميا. بالنسبة لنقل النفايات الطبية، من الأشياء اللي أنا ألاحظها أنه وجود توفر عربات خاصة بنقل النفايات، تمام؟ هذه العربات إيش يكون وضعها؟ يكون عليها علامة البيوهازر، تمام؟ زي ما إحنا ملاحظين هنا، تمام؟ مقفلة عليها غطاء. طيب، بس إنه هذه الأشياء المطلوبة لا. طيب، لازم يكون عندي مكان خاص لغسيل وتنظيف العربات، يعني بعد ما أنا أفضيها وتجي الشركة تأخذ النفايات، أنا لازم أغسل العربات هذه. ليش؟ عشان أمنع من انبعاث الروائح. مواصفات المكان، مواصفات المستودع أو غرفة تنظيف العربات، إنه تكون بها مغسلة، فيها مكان لتصريف المياه، وسهلة الغسل، وبها تهوية. سهلة الغسل المقصود منه إنه يكون الجدار ما يكون بايع، تمام؟ ممكن يكون سيراميك، كونكشن، وتقبل المهم حاجة سهلة إنك تقدر تغسل فيها، تمام؟ به تهوية جيدة، يعني مو بس إنه يكون فيها شباك، لا، يكون فيها مكيف، يكون فيها شفاط يساعد على أي تهوية الغرفة. طيب، مكان تصريف المياه عشان وقت الغسيل. نحاول نشيك إنه الحاويات ما تكون بهذا الشكل، ممتلئة والغطاء مفتوح، لأنه هذا خطر، تمام؟ ويكون في عندي إثبات إنه آلية غسيل العربات، يعني يكون عندي جدول إنه اليوم تم التخلص من جميع النفايات من غرفة تجميع النفايات، فإيش؟ فبعد الغسيل يتم عمل شيك أو نقول مثلاً عنه إنه في إثبات إنه تغسلت الغرفة وتغسلت العربات كلها. الستاندر السابق وجود مخزن نفايات الطبية يتوافق مع المواصفات الوطنية المعتمدة من ناحية المساحة الكافية، بعيد عن حركة المرور، آمن به تهوية جيدة، درجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية. هنا المطلوب مني كمقيم أني أسأل المشرف أو أسأل العمال، هل موجود عندكم مستودع لحفظ نقول مثلا الحاويات وحفظ الاكياس؟ فنروح نشيك على المستودع. طيب، مستودع يكون خاص بالنفايات الطبيه فقط، ما يكون شيرنج او يكون مع احد ثاني، تمام؟ تكون مساحته واسعه، به حامل سهل التنظيف. المقصود بحامل سهل التنظيف انه في ستاند ارفف ممكن تكون من السيليستيت، تمام؟ وتكون الأدوات مرصوصة عليه بطريقة سهل التعامل فيها. لازم يكون عندي في الغرفة جهاز لقياس حرارة الغرفة، تمام؟ وجنب الجهاز يكون عندي نموذج لتشييك أو تسجيل درجة الحرارة بشكل يومي، تمام؟ طيب، وجود جهاز تهوية للغرفة. لما نقول جهاز تهوية للغرفة، زي ما قلنا، إما يكون إنه مكيف أو إنه يكون جهاز شفط أو. النقطة المهمة إنه يكون بعيداً عن الأقسام، بعيداً عن الأقسام بمعنى إنه ما يكون مثلاً في الكوريدور عند المرور، يكون جنب غرف المرضى، يكون جنب غرفة الميديكيشن ولا جنب غرفة الإكس راي، لا، إنه يكون بعيداً عن الأقسام، قد يكون خارج القسم، تمام؟ بس إنه بعيد عن الحركة المرورية كمان. من الأشياء المهمة كمان اللي إحنا نحطها عشان انا اقدر اميز انه هذه غرفه نفايات، لازم يكون عليها علامه الورنينج ميديكال ويست. هذه العلامه انا لازم لما احطها، مو بس احطها على المخزن،
كمان أنا لازم أحطه على غرفة تجميع النفايات، معناها warning إنه هذا المكان مو أي مين مسموح له إنه يخش له، ولازم يكون لها access يعني مقفلة. تمام؟ المشرفين على دخولها فقط إما المشرف أو عامل النظافة المسؤول عن تجميع النفايات. النقطة الثامنة، حاويات الأدوات الحادة مثبتة على الحائط أو مثبتة على حامل. دوري هنا كمقيم إني أجي أتأكد من وجود حاويات الأدوات الحادة. فين وجودها؟ تكون على الأرض؟ لا. لازم أتأكد إنها تكون معلقة على الجدار بمستوى الإيد، ما تكون عالية ولا تكون واطية. تمام؟ لأن إذا كانت عالية بتأثر على الممارس الصحي وهو بيرمي وهو بيتخلص من الإبر. تمام؟ ولما تكون واطية نفس الشيء هنتعامل فيها كريسك إنه العامل الهيلث كير وركر مثلا بينحني وبيطلع مرة ثانية. فلازم تكون بمستوى اليد بحيث إنها تكون سهلة التخلص منها. تمام؟ فإما إنها تكون على الجدار أو إنها تكون على حامل متحرك بهذا الشكل. تمام؟ وأتأكد لازم إنه الحامل يكون نظيف. تمام؟ سواء كان الحامل المتحرك أو الحامل الجداري. النقطة التاسعة، جميع صناديق النفايات الطبية الحادة بعد غلقها بشكل آمن عند تعبئتها 3 أرباع من ساعتها القصوى وتمييزها بتاريخ ومكان التعبئة. جمع صناديق النفايات الطبية الحادة. طيب أنا كيف أجمعها؟ من المسؤول عن جمعها؟ زي ما قلنا المسؤول عن جمعها اللي هو العمال المحددين المدربين من عمال سيبكم، هم اللي لهم الصلاحية بأنهم يجمعوا صناديق النفايات الحادة. طيب دوري أنا كمراقب إني أجي أتأكد معاينة الحاويات الأدوات الحادة الموجودة في الأقسام. كيف يعني أعينها؟ أجي أشوفها هل هي ممتلئة؟ تمام؟ هل عليها ستيكر اللي هو البيو هازارد ليست، بيانات اللي فيه كاملة بمعنى إنه فيها اسم الجسم وفيها تاريخ فتح الكونتينر. تمام؟ نفس الشيء أتأكد إنه الحاوية ما هي مليانة 3/4 اتليست ويجي العامل يشيلها. تمام؟ وممكن من الاشياء اللي كوني كمراقب او كمقيم اني اسال فيها العمال، طب انت متى تشيل الحاويه؟ متى تتخلص منها؟ كيف اليه قفلها؟ طيب هل ممكن اذا العلبه اتملت بهذا الشكل اقدر اعمل لها شيك او اني اهزها عشان تنزل الكميات وارجع استخدمها؟ تمام؟ هل من الممكن اني افتح العلبه وافضي؟ هذه كلها من الاشياء اللي احنا نعمل فيها انترفيو مع العمال. تمام؟ عشان نعرف انه مدى فهمهم للموضوع. بعدين عشان نتاكد من انه الحاويات تم جمعها بشكل صحيح في غرفه التجميع، اتاكد انها مغلقه بشكل امن. مغلقه بشكل امن انه عندنا هذا الغطاء الاحمر. تمام؟ مجرد ما اني انا اقفله ما عاد يتفتح ثاني. فانا اتاكد انه جميع الحاويات في غرفه التجميع مغلقه. يعني مجرد اخذ لي رندم علبتين ثلاثه اتاكد انه هذه الحاويات كلها مغلقه بشكل امن. وشكرا، يعطيكم العافيه.